السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول كان مسموع نقدم لكم أسرار وعجائب الذكر للذاكرين والذاكرات. كن من الذاكرين والذاكرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيس النفس كسلان. كن من الذاكرين والذاكرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. كن من الذاكرين والذاكرات. عن عبادة بن الصامت: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. كن من الذاكرين والذاكرات. عن أنس بن مالك: من قال إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. كن من الذاكرين والذاكرات. عن علي بن أبي طالب أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34، فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. كن من الذاكرين والذاكرات. عن السائب بن مالك: كنت عند عمار فآتاه رجل فقال: ألا أعلمك كلمات كأنه يرفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إذا أخذت مضجعك من الليل فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، آمنت بكتابك المنزل وبنبيك المرسل، اللهم نفسي خلقتها، لك محياها ولك مماتها، إن قبضتها فارحمها، وإن أقرتها فاحفظها بحفظ الإيمان. كن من الذاكرين والذاكرات. عن أبي ذر الغفاري: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطينيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. عن نوفل بن فروة الأشجعي: اقرأ عند منامك فإنها براءة من الشرك، قل يا أيها الكافرون. كن من الذاكرين والذاكرات. اللهم بارك لأمتي في بكرها. وكان إذا بعث بسرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. صخر بن وداعة الغامدي. كن من الذاكرين والذاكرات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله قال: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم ولا تبغضوهم،
واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب.